لاباس، شو حالك؟ لاباس الحمد لله، الله يسلمك. نبداو بسم الله. نبدا لكم بالمبادره الرئاسيه. المبادره الرئاسيه من اجل تشكيل حكومه وحده وطنيه، وقع التباحث في النقطه هذه والتداول في هذه النقطه في مجلس الوزراء، وقع التاكيد على نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى هي مواصلة التفاعل الإيجابي مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية، والنقطة الثانية هو أن الحكومة متشبثة بمواصلة عملها والاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية حفاظا على مصالح بلادنا العليا. أيضا فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية اللي تشوفوا فيها، وأزمة الدينار وغيرها من القضايا المطروحة على اقتصادنا الوطني اللي ما زال يكافح في أزمة، في الحقيقة جزء منها عائد إلينا، ولكن جزء آخر يعود أيضا إلى ظروف المنطقة وإلى ظروف العالم. وقع برمجت مجلس وزاري مضيق نهار الاثنين إن شاء الله الجاي من أجل اتخاذ الإجراءات عاجلة وحاسمة. التعاون التونسي القطري، تعرفوا اللي السيد وزير الخارجية قام بزيارة مؤخرا إلى الدوحة وأسفرت عليها مجموعة من النتائج الطيبة الجيدة اللي يلزم تعرفوها. طبعا تونس أمضت اتفاقيتي قرض ووديعة، معناها سنتي 2012 و2013 ب 500 مليون دولار لكل منهما. حل الأجل متاعهم، معناها حل الأجل، يحل أجل دفعهم في 2017. الدوحة أكدت على دعمها للاقتصاد الوطني ولمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وقع الاتفاق معها على ترحيل، وقررت طبعا الدوحة ترحيل الدفع هذا القرض وإعادة هذه الوديعة بخمس سنوات. الوضع الأمني نحب نطمن بأنه مستقر، وبأنه معناها الجاهزية متاع المؤسستين الأمنية والعسكرية والأمنية معناها في أعلى مستوياتها، وهناك حالة تأهب معناها كبيرة لدى المؤسستين، وثم حرص كبير على أنه إن شاء الله تونس تظل سالمة من أي ضربة إرهابية غادرة. اليوم مجلس الوزراء صادق على ما يقارب على 41 أمر حكومي، وهذا أمر غير مسبوق. صادق على 4 مشاريع قوانين، منهم قانونين، مشروعي قانون في غاية الأهمية. المشروع الأول يتعلق بقانون يتصل بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.